لأن الجو هوا برا. بس اللي لاحظته بالمنطقة هذه زراعة الموز صراحة، في موز أنا أول مرة أشوفه، حجمه غريب وشكله غريب، طعمه مو حلو مرة. في موز بلدي الصغير حوريكم صوره، اوكي هذا الموز الاصفر الكبير غريب وكذا، والثاني البلدي الصغير، ولكن سبحان الخالق. وهذه محلات الموز، كل المحلات الموز، شوف اشجار الموز على اليمين كلها، لا اله الا الله.